انطلقت بالمركب الثقافي ملافشيد بالدار البيضاء فعالية الدورة 29 من المهرجان الدولي لفن الفيديو تحت شعار من شريط الفيديو إلى الذكاء الاصطناعي. سنخوض في موضوع الذكاء الاصطناعي، نحاول من خلال هذا المهرجان أن نرصد الروابط التي تجمع الفن الفيديو بالذكاء الاصطناعي بالتكنولوجيات الحديثة الغامرة أو الاختماسية. الحدث عرف مشاركة دولية مميزة للعديد من صناع الفيديو وخبراء الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى طلبة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. بطبيعة الحال الفن اليوم أصبح ينتج عن طريق خوارزميات، يعني ديز الجوريتم دي لوجيسيال ديز انتيليجنس ارتيفيسيال ديال الذكاء الاصطناعي، والآن هذا أصبح يطرح تساؤل كبير حول دور الفنان اليوم مع هذه التكنولوجيات الجديدة. نتحدث عن الإحساس، عن العاطفة، عن الخيال، عن مجموعة من الأشياء، الإبداع أيضا. وقد شهدت هذه الأمسية عرضا فنيا ساحرا، حيث سافر بالحضور إلى عوالم مختلفة من الأرض إلى أعماق السماء باستخدام الإسقاطات الرقمية والحركات الراقصة، إلى جانب المؤثرات الصوتية التي أضفت جوا خاصا على العرض، في محاولة لتسليط الضوء على التفاعل والاندماج الفريد بين التكنولوجيا والفن. عملنا التقنية هذه الحقيقة أول مرة كنجربها، هي السيستم هولوغرافيك اللي كتشوف ليماج بروجيكتي سو ان تول اي اترافير لو تول اون فوا ليماج سي كوم سي 3 دي في المسرح. واختارينا عرض سميتو عرض فراكتال، كيحكي فراكتال هي سمية ماتيماتيك تخرجت، معناها سي ان تيرم ماتيماتيك خرج في السبعينات، اللي تعرف انه اي حاجة صغيرة كتكبر ومنها كبار اكثر، كيما نقولوا انت في الارض لهنا وكتعمل زوم زوم هكا حتى تخرج الجالاكسي تطلع الفوق حتى المجرات، هي هذا سي لا ميم شوز على الانتيريور دو نو. المهرجان يسعى الى تعزيز مساهمته الثريه في تجديد واثراء الموروث الثقافي والفني والاجتماعي، وفحصه من منظور نقدي وتحليل ذكي بهدف تكييفه وتعزيز وجوده بشكل يتناسب مع التطورات الحديثة.